السلام عليكم، كيفكم يا سادس؟ بتمنى تشوفوا هذا الفيديو وانتم بخير وصحة وسلامة. رح نبدأ اليوم بالوحدة الثانية ورح تكون عن موضوع خدمات نباتات الزينة أو رعايتها. فرح نحكي اليوم عن وحدتنا بالعناية بنباتات الزينة. درسنا الأول رح يكون عن خدمة نباتات الزينة، شو بتحتاج أصلا النباتات من خدمات، يعني زي الري، الانتباه في مكانها، مثلا انتباه إذا كان فيه آفات أو أمراض. رح نحكي اليوم عن خدمات نباتات الزينة، فنفتح مع بعض كتابنا على صفحة 25. نتطلع بدرسنا في صفحة 25 مع بعض. خدمات نباتات الزينة: تحتاج نباتات الزينة كغيرها من النباتات إلى خدمات وعمليات زراعية مختلفة لكي تنمو وتنتج جيدا وتصبح عملية الإزهار أفضل. شو هي خدمات الزينة؟ زي شو؟ سوري، خدمات نباتات الزينة زي العزق، التسميد، الري، وتأمين احتياجاتها من الضوء والحرارة والرطوبة. تمام؟ إذا الخدمات اللي بتحتاجها نباتات الزينة: العزق، التسميد، الري، وتأمين احتياجاتها من الضوء، حرارة، رطوبة. تمام؟ نبدأ نحكي أول شيء العزق. كلمة جديدة وغريبة علينا، ورح يتناول موضوعين التعشيب والعزق، رح نحكي عنهم التنين مع بعض. العزق أول شيء خلينا نحكي بشكل عام عن عملية التعشيب. إذا عزق نباتات الزينة وتعشيبها: التعشيب هي قلع الأعشاب غير المرغوب فيها من جذورها، قلع النباتات الصغيرة والحشائش اللي حول النبتة الأساسية. لأنها ليه ليش أنا بشيلها؟ لأنها هاي النباتات الصغيرة اللي بتكون موجودة حول الشجرة بتحصل على الغذاء والماء للشجرة نفسها. إذا أنا عندي شجرة مثلا عنب، في حواليها هاي الحشائش، فهاي الحشائش فعليا بتنمو على نفس التربة ونفس الغذاء ونفس الماء اللي بسقيها للشجرة، فالشجرة بتبطل تستفيد من كل شيء أنا بعطيها إياه، من سماد، من كل شيء أنا بعطيها إياه، من ماء. فإذا هاي الحشائش بتصير تاخذ من الغذاء الشجرة الأساسية، لهيك إحنا بنشيلها. إذا التعشيب قلع الأعشاب غير المرغوب فيها من جذورها، وليش أنا بشيلها من جذورها بالذات؟ ليش؟ عشان ما ترجع تنمو مرة تانية. عملية التعشيب دائما بتكون بواسطة اليد، وإذا ما كانت في اليد بستخدم منكاش أو فأس أو مجرفة حسب كيف بكون الحشائش صغيرة أو لا. فنيجي للعملية التالية اللي هي العزق. العزق هي تفكيك سطح التربة، يعني هاي التربة نفسها بدي أفكك سطح التربة، وأجي بعمق 2 إلى 7 سم بدخل في التربة، بس مش كتير، هي بس السطح، وبجمع التراب حول صقال النبات وبزيد تثبيتها. بجمع تربة، هاي النبتة هون، بجمع التربة حول الساق نفسه وبعمل إلها زي أحواض. أوكي، هاي هي عملية العزق. فوائد العزق: لشو أنا شو بيفيدني هذا العزق؟ أول شيء بهوي التربة، بحفظ الرطوبة، بقلل فرص الإصابة بالأمراض النباتية. تمام؟ في التمرين هون أعطانا تعشيب قطعة مزروعة. فعليا أنت بتقدر تروح على حديقة المنزل أو حديقة المدرسة وأنت تشيل، تشوف الشجرات الأساسية والنباتات الأساسية، وأي شيء مش مرغوب فيه أشيله من جذوره. وبنتبه دائما أن تكون الأرض رطبة عشان أشيلها بسهولة وما تغلبني وما يضل في جذور في الأرض. أهم شيء أن تكون الأرض رطبة وإني أشيلها من الجذور عشان ما ترجع تنمو مرة تانية. ففعليا هذا التمرين العملي راح نشوف له فيديو مع بعض في المدرسة، ورح أرفق لكم إياه برضو بالدرس. فمع بعض خلينا نشوف التمرين. راعي متطلبات الصحة والسلامة العامة، فلازم ألبس الملابس عامة، القفازين، وسوري منكم يعني لازم حذاء مناسب عشان مثلا ما ألبس صندل أو شيء، إني ما أتعرض للحجارة أو لأي شيء يأذيني وأنا في قطعة الأرض أو في المزرعة اللي أنا بشتغل فيها. بجهز المواد والأدوات اللازمة للعمل. شو ممكن تكون المواد والأدوات اللي أنا بحتاجها؟ فأس، منكاش، مجرفة، مشط، قفازين، عربة، قفة، ماء وصابون. طيب، بتأكد من إن الأرض رطبة. ليش بتأكد من الأرض رطبة؟ علل لماذا؟ لتسهل عملية قلع الأعشاب. كل ما كانت الأرض رطبة أكتر، مسقية جديد أو فيها شتاء جديد مثلا، بكون سهل إني أقلع الأعشاب من الجذور. تنين سوري رقم 4، إزالة الأعشاب المحيطة بنباتات الزينة باليد إذا كانت صغيرة وسهلة القلع. خلخل التربة حول النباتات بواسطة المنكاش أو الفأس أو المجرفة إذا كانت هاي النباتات صعبة القلع. بحكي لك أقلع الأعشاب من جذورها، أقلع الأعشاب من جذورها. لماذا؟ علل لماذا من الجذور؟ ليه؟ لكي لا تنمو مرة أخرى. حكينا
بعدين بجمع الأعشاب وبتخلص منها بعيدا عن المزروعات، بمسك الأعشاب وبحطها بالعلبة أو بالقفة وببعد عن مكان المزروعات، عشان إذا تركتها على نفس المكان بترجع تنمو من جديد. بعد ما أخلص بنظف كل الأدوات المستخدمة وبرجعها مكانها وبترك المكان نظيف. بغسل إيديني بالماء والصابون بعد الانتهاء من العمل دون الإسراف في الماء. هذا مثال بسيط كيف أنا بعمل عملية العزق والتعشيب بشكل بسيط وواضح. تمام، نتطلع مع بعض على أسئلة الدرس. أسئلة الدرس جاوبناهم مع بعض بالصف، فأنت بضل عليك بس إنك ترجع تحلهم وتتأكد من حلهم وتبعت وتصورها وتبعت لي إياها على المنصة، مشان أحط لك علامة التقييم لامتحان الشهر الثالث الأدائي، لأنه على أسئلة الدرس في نسبة من العلامة تبعته. تمام، لهون بكون خلص درسنا لليوم. الدرس الجاي رح يحكي عن الري، وهو تاني أهم خدمة للنباتات، رح نحكي عنها الحصة القادمة. لهون بكون خلص درسنا يا سادس، بتمنى يكون كل شيء واضح. إذا عندك أي سؤال أو استفسار ما تتردد أبدا تبعت لي على المنصة أو تسألني بالمدرسة، ورح أجاوبك على كل استفساراتك. باي باي، بتمنى لكم نهار لطيف.